أبناء مهنة المتاعب يؤدون عملهم بشغف وبشرف في تغطية الأحداث الجارية، وعلى اختلاف وسائل الإعلام المكتوبة المسموعة والمسموعة المرئية. فالحديث اليوم عن أداء وسائل الإعلام وصحفييها في تغطية الأحداث الجارية وطريقة التعامل معها. فما رأيكم في أداء تغطية وسائل الإعلام وصحفييها لما يجري اليوم وطريقة معالجة الأحداث؟ مساء الخير مشاهدينا، هذا هو موضوعنا اليوم مثلما جرت العادة كل أمسية في برنامج عبر، مواضيع جديدة تهمكم أنتم. وللاتصال معنا عبر البرنامج تواصلوا معنا على الرقم الهاتف الظاهر أسفل الشاشة 05 61 32 32 83. من حقكم أنتم كجمهور مشاهد لوسائل الإعلام انتقاد وسائل الإعلام مثلما وسائل الإعلام تنتقد مختلف المواضيع. نستقبل مكالمة هاتفية. ألو. نعم. ألو. مساء الخير الأخت، وش رأيك لاباس؟ مساء النور الأخ، معك أميرة من ولاية المسيلة. مرحبا بك أميرة وبناس المسيلة. شكرا جزيلا الاخ، تحيه لكم ولكل عن عمال قناه الحياه على البرامج. نعم. خاصه من نسلوا على برنامج عبر، يعني هو فرصه طيبه للمواطنين من يعبروا على رايهم. نعم. وفضاء يعني يسمح للكثير بابداء وجهه النظر. شكرا جزيلا لكم. نعم. الاخ فيما يخص موضوع تاع اليوم، يعني من نسلوا على التغطيه الاعلاميه واداء الصحفيين حول تغطيتهم للمسيرات وايضا الحراك في الجزائر للجمعه السادسه على التوالي. الاخ يعني كي نحكيو على التغطيه الاعلاميه في الجزائر، راح هنا نفتحوا باب للتكلم عن عده نقاط. من بين هذه النقاط يعني، واهم شيء انه مؤسسه الاعلاميه في الجزائر ماهيش تخدم بمحض ارادتها، كاين يعني برنامج مسطر وقوانين. نعم. محتل عليها، لازم كل شيء يحتل البرنامج. وايضا ثاني نقطه ثانيه، لما نتكلموا على المسلمين تاع القنوات الاعلاميه، خاصه قبل كنا نشوفوا انه قناه كانت كاينه بون كاينه الارضيه وبرك، دوكا نشوفوا انه القنوات الخاصه راهي كاينه بزاف، يعني كل مسير القناه في الخلفيه اللي يخبط فيها، سواء من كاين اللي يتبنى جانب. اذا اميره انت ترين ان القنوات الخاصة كل قناة تسير حسب خطها الافتتاحي وطبيعة تغطية الأحداث. أكيد يعني كل مؤسسة إعلامية خاصة عندها مبادئ تمشي عليهم، سواء لما نتكلم على الخلفية الشخصية والموضوعية التغطية الإعلامية، سواء لما نتكلم عن الحراك تاع الصحافة خاصة ولا المواضيع الأخرى. ولما تقول لي أنه الأداء الصحفي، يا أخي أنه الأداء الصحفي في الجزائر هو تحسين حاصل، ماهوش هو نقطة بداية. الأداء الصحفي في الجزائر هو نتيجة، لأنه لما نحكيو على صحفي يخرج ويجي التغطية الإعلامية تاعو وبكل احترافية وإتقان، هنا لما نتكلم على الصحفي المحترف، خلينا من الصحفي يعني مازالهم في بادرة التكوين. صح كاين وين هذاك العمل مالتي محترف يستوفي كل الشروط والمعايير اللي تأهل هذاك العمل باش يكون عمل صحفي متقن بكل كلمة، ولكن لما يكون في تواصى أو يتنافى مع الشروط والمبادئ اللي تسير عليها المؤسسة، ولا حتى ماشي نلقاوش ما نحسوش أن المؤسسات هي اللي عندها يعني سلطة كاملة، لأنه كاين سلطة أقل من سلطة المؤسسة العالمية. حتى أميرة، إذا أنت كيف ترين أداء وسائل الإعلام اليوم في تغطيتها للأحداث؟ أنا يعني نشوف أنه وسائل الإعلام وأداء الصحفيين في تغطيتهم المسيرات في الجزائر، نشوف أنه تحت رغم أنه تحت كل الظروف يعني خلفيات، بدون أن نتكلم أو نتكلم كثيرا عن التفاصيل، ما كانت جيدة. نشوفهم على نقل الأحداث في بعض الأحيان كانت إيجابية أكثر منها سلبية، ونتمنى يعني مزيد من الصحافة في الجزائر. نعم. نقدر نقول لك الأخ. إن شاء الله، شكرا لك أميرة على التدخل. شكرا جزيلا الأخ، وربي يعاونكم، أمسية طيبة. ولك أيضا، مع السلامة. كانت سلامة. معنا أميرة من مسيلة، في انتظار استقبال مكالمتكم الهاتفية حتى نرى آراءكم ووجهة نظركم أنتم كمشاهد لمختلف وسائل الإعلام وحتى بمختلف
المكتوبة والمسموعة وحتى المسموعة المرئية. وللتواصل معنا نذكر بالرقم 05 61 32 32 83. اليوم الحديث عن مجال الإعلام كما تعرف مهنة المتاعب، موضوعنا للملتحقين بنا الآن. أداء اليوم نتحدث عن أداء وسائل الإعلام وصحفيها وتغطيتها للأحداث. أنتم كجمهور مشاهد تعطون اليوم آراءكم ووجهة نظركم في مختلف وسائل الإعلام أو الوسائل الإعلام أو القنوات المفضلة لديكم، حتى نرى اليوم وجهة نظركم. في انتظار استقبال مكالماتكم الهاتفية للحديث والنقاش في هذا الموضوع. مجال الصحافة بين الصحافة المكتوبة بمختلف الجرائد وأنواعها، أو الحديث عن فضاء السمعي البصري، المؤسسات العمومية، واليوم القنوات الخاصة الإخبارية والعامة العديدة في الجزائر وتناولها لمعالجة الأحداث الجارية. موضوعنا اليوم مثلما جرت العادة كل أمسية في برنامج عبر عبر قناة الحياة الجزائرية، مواضيع جديدة تهمكم أنتم مشاهدين الكرام، الحراك الشعبي وما يجري في الفترة الأخيرة، كل أمسية موضوع يهمكم أنتم. في انتظار استقبال مكالماتكم الهاتفية حتى نرى وجهة نظركم. لا نزال في انتظار استقبال المكالمات الهاتفية للتواصل معنا في هذا البرنامج. موضوعنا اليوم أداء أبناء مهنة المتاعب الصحافة والصحفيين، اليوم الحديث عن وسائل الإعلام وصحفيها في تغطية الأحداث الجارية وطريقة التعامل معها. نستقبل مكالمة هاتفية. ألو. نعم. ألو. انقطاع المكالمة الهاتفية. في انتظار استقبال مكالماتكم الهاتفية حتى نرى آراءكم وانطباعاتكم أنتم كجمهور متابع ومشاهد وحتى مطلع على الجرائد في قطاع الصحافة المكتوبة، كيفية أداء وسائل الإعلام وصحفيها تغطية الأحداث الجارية. اليوم الحديث عن مجال السمعية البصري في قوسين، يعني اليوم القنوات الخاصة المتعددة في الجزائر بعد فتح فضاء السمع البصري من سنة 2012. الحديث اليوم عن هذا المجال تغطية الأحداث، يعني نقلة نوعية للجانب السمعي البصري على غرار كانت المؤسسة العمومية. اليوم دخول سياق الإعلام والاتصال في مجال السمع البصري قنوات جديدة. نستقبل مكالمة هاتفية. ألو. نعم. ألو. ألو. نعم. ألو، السلام عليكم. مساء الخير. وعليكم السلام. الأخ شراك، لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. الحمد لله. الاسم الكريم من فضلك، منين تكلمنا؟ أحمد من شريعة ولاية تبسة. أحمد، دائرة شريعة ولاية تبسة، مرحبا بك. نعم. موضوعنا اليوم الأخ أحمد في برنامج عبر، مثل ما كنت تشاهد وسائل الإعلام اليوم، الحديث عن أدائها وأداء صحفيها في تغطية الأحداث الجارية. نعم، نحن نشكر وسائل الإعلام على المجهودات اللي قوموا بها. أراهم لحد الآن وسائل الإعلام راهي مليحة في المستوى. بما أن وسائل الإعلام تبقى في الكبيرة والصغيرة راهي في المستوى. نعم. يعني أنت اليوم كمشاهد لمختلف القنوات أو مطلع على الجرائد، كيف ترى عفوا طريقة تعامل هذه المؤسسات الإعلامية مع الأحداث الجارية؟ والله بعض وسائل الإعلام تتعامل بجدية والبعض لا، كاين نقائص في بعض والبعض راهي تتعامل بجدية. يعني اليوم انت تقول انها نقائص، وضح لنا من فضلك. انا اشكر خاصه قناه الحياه راهي مليحه، بما انها تشوف في الاراء نتاع الشعب والمجتمع، راهي قناه مليحه يعني نشكروها. شكرا لك على هذه الشهاده التي نعتز بها. نعم، واصل. نحن نشكر هذه القناه على لانها تشوف الاراء نتاع الشعب وتهز في الاراء نتاع الشعب. والله راهي قناة يعني ممتازة جيدة جدا. نعم، شكرا لك الأخ أحمد.
تبلغ في الشيء اللي راهو كانه المواطن في قلبه الكل راه قاعده تبلغ فيه يعني، والمواطن او يفضفض الشيء اللي راهو عنده يفضفض امام الجميع يعني حاجه مليحه. نعم، إذا أحمد هذا هو رأيك، شكرا لك على المشاركة في برنامج عبر، تحياتنا لك وناس دائرة شريعة ولاية تبسة. نشكركم حتى نتوما على المجهودات اللي تقوموا بها. العفو، على الرحب دائما. قلت شكرا لكم على المجهودات ونشكر قناة الحياة على شكرا لك أيضا وكل إعلاميين قناة الحياة نشكرهم. بارك الله فيك. شكرا على كل. نعم، مشاهدينا الكرام متواصلون وإياكم في إثراء هذا النقاش واستقبال مكالماتكم الهاتفية على صدر رحب، في انتظار مكالماتكم أنتم أوفياء برنامج عبر حتى نرى آراءكم ووجهة نظركم. برنامج اليوم الحديث عن أداء وسائل الإعلام والصحفيين في تغطية الأحداث وطريقة التعامل معها، لا نزال في انتظار استقبال مكالماتكم الهاتفية، أنتم كجمهور مشاهد لكم الحق في انتقاد وسائل الإعلام. اليوم الحديث عن أداء وسائل الإعلام والصحفيين خاصة فيما يحدث في الآونة الأخيرة، الحراك الشعبي، وتيرة سياسية متسارعة، قرارات بين السلطة وأوجه في الحكومة، اليوم كل هذا في خانة واحدة، أنتم ترون كيف كان أداء وسائل الإعلام والصحفيين في هذه الأحداث. نذكر بالرقم للتواصل معنا 0561-32-32-83. الأحداث تتسارع اليوم في الجزائر في المشهد السياسي، تغطيات متعددة للقنوات الوطنية العمومية والخاصة منها، الجرائد كل وسيلة إعلامية تتناول الموضوع وفق خطها الافتتاحي وطبيعة العمل في قاعة التحرير. اليوم أنتم كجمهور مشاهد كيف ترون أداء وسائل الإعلام، أداء الصحفيين في تغطية الأحداث وطريقة التعامل معها؟ نستقبل مكالمة هاتفية. يا ألو. نعم ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام الأخ، شراك لاباس؟ الحمد لله، نقول لاباس. الحمد لله. الاسم الكريم من فضلك ومنين تكلمنا؟ مقداد من سطيف. نعم، مقداد من سطيف. مقداد من سطيف، مرحبا بك وبناس الشرق الجزائري وتحياتنا ليك وناس الهضاب العليا. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. فيك بركة. مقداد، موضوعنا كما كنت تتابع فينا اليوم نتكلموا في برنامج عبر على أداء وسائل الإعلام والصحفيين في تغطية الأحداث، كيف ترى هذا الموضوع؟ واش نقول لك، يعني الإعلام كان في الجزائر كيما مقيد، يعني مكتف كيما نقولوا بالعامية. اليوم الحمد لله تحروا وعادوا يعني يوصلوا يوصلوا للشعب، يوصلوا يعني واش كاين الحمد لله وقت، يعني نقولوا يعني عادوا يتكلموا على في الحقيقه. على غير يعني اليوم اداء الصحفيين ووسائل الاعلام تنقل مختلف المواضيع، انت كيف ترى طبيعه نقل المواضيع من وجهه نظرك؟ يعني جيده، واش نقولوا وقت المواضيع اللي راهم يقدموا فيها يعني حقيقه. دوك ما بقاوش يعني باش يكونوا يخبيو كما كانوا من قبل، والله يخافوا من هذاك، دوك يوم يهضروا في الحقيقه واش كاين في الجزائر. نعم. إذا أنت ترى مختلف وسائل الإعلام هي صوت للشعب وناقلة للحقيقة. نعم، هذيك هي في الوقت هذا اللي رانا نشوف فيه الحمد لله، يعني يتكلموا الحقيقة واش كاين وينعتوا يعني صور على حق. نعم، شكرا لك مقداد من سطيف. اسمح لي يعني كان امر برك حبيت نضيف، يعني اذا كان في سياق الموضوع تفضل. نعم، اذا كان في سياق موضوعنا تفضل واصل. لا يعني في الموضوع واش كان في الجزائر وقتها اليوم موضوعنا يعني نعم موضوعنا تحث على وسائل الاعلام واداء الصحفيين في برنامج عبر، يعني حتى نبقى في سياق الموضوع من فضلك. والله. نعم، ما كاش اقتراح ولا حاجه هكذا. لا، باش نبقاو في سياق موضوعنا برك، فهمتني الاخ؟ يعطيك الصحه. شكرا لك.
ما زال حصص أخرى، نقترح مواضيع وحتى تبدي رأيك باحترام وبكل أريحية. شكرا لك مقداد من سطيف على المشاركة. مشاهدينا الكرام، متواصلون وإياكم في استقبال مكالماتكم الهاتفية وإثراء النقاش حتى نرى آراءكم ووجهة نظركم. اليوم موضوعنا في أداء وسائل الإعلام والصحفيين في تغطية الأحداث وطريقة التعامل معها. لا نزال في استقبال مكالماتكم الهاتفية، كانت آراء المواطنين من سطيف أيضا من تبسة. اليوم الاتصالات من الشرق الجزائري بقوة، المسيلات بس سطيف في انتظار ولايات أخرى للمشاركة. حتى اليوم مثل ما جرت العادة من ربوع الوطن نستقبل مكالماتكم الهاتفية. الحديث عن أداء وسائل الإعلام سواء الصحف المكتوبة العمومية بمختلف اللغات وطريقة تناولها للأحداث الجارية. نستقبل مكالمة هاتفية. ألو. نعم. ألو. ألو. نعم. ألو. وي، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير الأخ، وشراك لاباس؟ مساء النور خويا طبعا، تماكم بيان؟ الحمد لله، الاسم الكريم منين تكلمنا؟ الحمد لله. نعم؟ قلت لك الاسم الكريم من فضلك ومنين تكلمنا؟ معك الدعوة مصطفى من بوكارة. مصطفى؟ ولاية البليدة، مرحبا بك مصطفى وبناس مدينة الورود. الله يسلمك يعيشك. ربي يحفظك. مصطفى، موضوعنا كما كنت تشوف فينا اليوم في برنامج عبر، نتحدثوا على أداء وسائل الإعلام والصحفيين في تغطية الأحداث وكيفية طريقة التعامل معها. وحبيبي شاب، كتبت من ناحية الصحافة راهي قائمة بالواجب، الله يبارك. ومن حقها، بلا صحافة ما نقدروا نعرفوا والو. نعم. ما هما بلا صحافه ما يبانوش، ولا انا غلط، بيبليسيتي ديالو، الاشار ديالو، الخطاب ديالو، اي حاجه بالصحافه. دوك الصحفي كما حنا نقولوا ديما هو يروح في الجره، ديما هو الغلط، هو الاول، كيف ما يكون يروح يقول له علاش وريت، علاش ديكوفريت لافير هذه، هو من حقه راهو يخدم. نعم. ونتحدثوا على نعم مصطفى، نتحدثوا على الاحداث الجاريه اليوم في الجزائر اللي راهي تصرى، يعني كيف ترى تغطيه قنوات اليوم لهذه الاحداث؟ لا لا راهي الله يبارك والله صدقني ان شاء الله تكونوا راكم في المستوى كامل، ربي يحفظكم. كيف كيف ما نكذبش عليك، شغل كي الشروق كي الحياه كي البلاد، انا يمشوا لي في الدم هذو. نعم شكرا. طبيعتي. نعم، هو اكيد كل انتم كجمهور مشاهد كل واحد منكم يفضل القناه ليتابعها. لا لا انا عندي في ثلاثه، انا اناني نحبهم في ثلاثه. في ثلاثة نكذب عليك. نعم شكرا لك. ومصطفى هذا هو رأيك اليوم في برنامج عبر، شكرا لك على المداخلة. إن شاء الله ربي يعينكم وربي يستركم خويا. وإياك شكرا. مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم في استقبال مكالماتكم الهاتفية. وللملتحقين بنا الآن، موضوعنا اليوم الحديث عن أداء وسائل الأعلام وصحفيها في تغطية الأحداث وطريقة التعامل معها. الجزائريون اليوم من مختلف منابر القنوات الخاصة يبدون آراءهم في مختلف المواضيع. النقلة النوعية التي يعيشها المجتمع الجزائري اليوم بعد ما كان الإعلام العمومي، اليوم تنوع في القنوات وكل جمهور وله ميولات واختيار للقناة التي يفضلها. في انتظار استقبال مكالماتكم الهاتفية للحديث عن أداء وسائل الإعلام والصحفيين في تغطية الأحداث. للاتصال معنا في انتظار استقبال مكالماتكم هاتفية، نذكر بالرقم 05 61 32 32 83. ننتظر استقبال مكالماتكم الهاتفية من مختلف ربوع الوطن، من الجنوب الشمال ومن الشرق إلى الغرب. كانت الاتصال من تبسة وسطيف ميلا البليدة، لا نزال ننتظر اتصالات من الغرب الجزائري حتى نكون هنا دائما أوفياء أنتم برنامج عبر. نستقبل مكالمة هاتفية. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام الأخ، وشراك لاباس؟ الحمد لله، كما لاباس؟ الحمد لله. الاسم الكريم ومنين تكلمنا من فضلك؟ بركة حسن من سيدي بلعباس. حسن من ولاية سيدي بلعباس.
نعم. يعني إذن الصدف نحن في انتظار مكالمة من الغرب، وجاء أخونا حسان من سيدي بلعباس. مرحبا بك حسان. موضوعنا اليوم في برنامج عبر الحديث عن أداء وسائل الإعلام والصحفيين في تغطيتها للأحداث وطريقة التعامل معها. إذن أنت كمشاهد للقنوات كيف ترى أداء وسائل الإعلام؟ طبعا وسائل الإعلام الموجودة آنذاك أن الوسيلة العمومية تاع التلفزيون العمومي، نعم، وكان متهم من طرف الجماهير بأنه لا يقدم الحقيقة كما هي. ثم جاء الانفتاح والديمقراطية وحرية الصحافة إلى آخره، فتح مجال سمع البصر. في الحراك هذا يعني وخاصة في الأيام الأولى يعني كان سلوك سلبي من طرف أغلب القنوات. ففي الوقت الذي كان الجمهور الجزائري يتابع المسيرات فقط عبر بعض القنوات الأجنبية، نعم، إلا يعني بعد إذن يومين. حسن، أنت ترى من فضلك ترى أن القنوات الخاصة الجزائرية عموما كانت غائبة في تغطية الحراك الشعبي في البداية في اليوم الأول، رغم أنه بعض القنوات كانت حاضرة في تغطية الحراك. لا، في الوقت اللي كان فيه المسيرات حتى في المساء بداوا ينعتوا بعض اللقطات ومن بعد ركبوا الموجة كما نقولوا، ولكن في اليوم الأول واليوم الثاني كانت المسيرات والقنوات دايرة حصص ودايرة ألعاب ودايرة ربما أشرطة إلى آخره. على كل ربما يعني حتى نأكد لك أنه من بينها قناة الحياة وثلاث قنوات أو قناتين أخرى حضرت في المسيرة من 22 فبراير، كانت حاضرة. أنت تطلب رأيي وأنا أقدم رأيي. نعم، أكيد حتى يعني نبقى في سياق واحد وأنت تواصل رأيك. غادي نزيد نواصل. نعم، واصل. احنا نعرفوا، احنا الشعب نعرفوا بان القنوات التلفزيونيه كل قناه عندها يد موراها، هذا معروف. وعلى هذا المطلوب شويه جرأة من الصحفيين. يعني ممكن الصحفي يقوم بالدور تاعها لان القناه راها ملك لجهه معينه، ولكن هذا ما يمنعش من الصحفي بطريقة ذكية يظهر كأنه حيادي. فمثلا هذه الأيام قناة الحياة أو قناة أخرى لما يعرضوا الناس للمشاركة بآرائهم في هذا الحراك وما هو الحل، نجد أن الصحافي المنصف يعني يحاول أن يوحي للناس بأنه لا مخرج لهذه الأزمة، فهو دائما يقول للضيوف ما هو الحل. إذن حسان، الموضوع أحيانا مثل ما قضية التي تعيشها الجزائر اليوم، الصحفي من مبادئ الإعلام وقانون الإعلام أنه يكون حيادي في الموضوع، ولكن هناك أمور يعني مثل ما القضية التي تجرى فهي قضيتهم كل الجزائريين ونحن من أبناء الشعب وجزائريون. مثلا لما يجي الشاب يكون الشاب متحمس لهذا الحراك ومتعطش للحريه ويكون ما يتكلم، الصحافي يقول له اذا اعطينا الحل، ما هو الحل؟ نعم. الشاب هذاك ماش مطالب بالحل، كيف يجيك حل هو؟ هو فقط راه يعبر على رايه بان كره من هذا الطالب بالتغيير. نعم حسن. واذا بالصحافي يطلب منه يقول له اعطيني الحل. نبقى حسن من فضلك حسن خويا، نبقاو في موضوعنا اليوم، رايك في اداء وسائل الاعلام والصحفيين لتغطيه الاحداث، يعني اليوم انت كيف ترى الاداء؟ قلت لك ان القنوات في البدايه كان موقف سلبي، ولكن بعد يومين او يعني ركبوا، وكان قناه ولا قناتين ما زالت في حد الان لا تتعامل مع الحرب كانها تعيش في دوله اخرى. دون ذكر الاسم من فضلك، نعم. قناتين ولا زوج ولا ثلاثه كانهم كما ما على بالهمش باللي كاين حرب وباللي كاين مسيرات الى اخره. نعم. ما يهمش، لان ربما هذه ثقافه وربما جديده عليهم ولا مانيش فاهم انا. نعم. شكرا لك حسان على المشاركة، في انتظار أيضا استقبال مكالمة. في انتظار استقبال مكالمة هاتفية أخرى حتى نعطي فرصة لكل المتصلين. شكرا لك حسان على المشاركة من سيدي بلعباس. شكرا.
مع السلامة. مشاهدينا الكرام، اليوم نستقبل مكالماتكم الهاتفية في إثراء هذا النقاش اليوم، موضوع أداء وسائل الإعلام والصحفيين لتغطية الأحداث وطريقة التعامل معها. فما رأيكم في أداء تغطية وسائل الإعلام لما يجري اليوم وأداء الصحفيين كذلك وطريقة التعامل؟ أنتم كجمهور مشاهد من حقكم انتقاد وسائل الإعلام. في انتظار استقبال مكالماتكم الهاتفية نذكر بالرقم 05 61 32 32 83. اليوم تغطية الأحداث، الحديث عن وسائل الإعلام وأداء الصحفيين، هذا هو موضوعنا اليوم في أمسية برنامج عبر. مواصلون معكم لكن فاصل ونعود. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج عبر. موضوع اليوم الحديث عن أداء وسائل الإعلام والصحفيين في تغطيتها للأحداث وطريقة التعامل معها. للتواصل معنا نذكر بالرقم 05 61 32 32 83. نستقبل مكالمة هاتفية. ألو، نعم. الأخ بن زيد حميد من ولاية بتنة. من الاسم الكريم؟ بن زيد حميد. حميد من ولاية باتنا، مرحبا بك وتحياتنا لك. خويا أنا عندي مقدمة فيما يخص هذا الحراك الشعبي وهذا الشيء اللي يهم الوطن. اسمحوا لي تعطيوني متسع من الوقت نمليه عليكم إن شاء الله يسمعوا الجميع. ما زال من فضلك أخي حميد، اليوم موضوعنا هو الحديث عن أداء وسائل الإعلام والصحفيين في تغطية الأحداث وطريقة التعامل معها. أنت كمتابع للقنوات كيف ترى أداء وسائل الإعلام؟ أنا أرى وسائل الإعلام بأنها تقوم بواجبها أمام الجميع. نعم. بدون إقصاء أو تهميش. كذلك تعبر على ما هو موجود الساعة. إذن يا أخي واصل. اسمعني. أنا أسمع لك، نعم واصل. إلا أني أقول لكم أن تمنحوني فرصة سرد هذا الموضوع الذي هو يخص الحراك والنظام. الحديث عن الحراك الشعبي تطرقنا إليه في حصص سابقة ولا نزال نطرح هذا الموضوع، سيكون لك فرصة في التدخل أخي حميد في حلقات قادمة إن شاء الله. نبقى في موضوعنا من فضلك، يعني أنت ترى تغطية الوسائل. الموضوع نتاعنا، الموضوع نتاعنا فيما يخص الصحفيين والنشطاء، نشطاء الصحافة وأداء القناة، فهو في المستوى. قلت لك أنكم تؤدون واجبكم على أحسن ما يرام بدون إقصاء أو تهميش أي مواطن إن كان. نعم. فهم، وتعبرون عن المسار كما يجب. أنت اليوم كمطالع للجرائد ومشاهد للقنوات الخاصة عموما، كيف ترى طريقة تعامل القنوات مع الأحداث الجارية؟ أرى تعامل القنوات مع الأحداث الجارية معتدلة، لا هي ضد الحراك ولا هي ضد الدولة، هي مع الحق وتنظر في صواب الفكرة. نعم. وعقلانية للمعارضة. إذن هذا هو رأيك الأخ حميد من باتنا. أنا رأيي هذا هو، لأن الإنسان يكون على حق ويدافع عن الحق ويشهد عن الحق على نفسه أولا قبل أن يشهد على غيره. نعم. شكرا لك حميد من باتنا. أرجو منكم قبل قطع الخط، أرجو منكم تمنحوا لي فرصة التدخل فيما يخص الحراك وما يهم الدولة والحراك جميعا. أشرت لك الأخ حميد أنه موضوعنا اليوم الأداء عن الحديث عن أداء وسائل الإعلام، ستكون فرصة أخرى في هذا الموضوع وتواصل معنا مجددا. شكرا لك على المشاركة. العفو.
مع السلامة أخ حميد، تحيتنا لك ونسبتنا. مشاهدينا الكرام متواصلون معكم في استقبال مكالماتكم الهاتفية حتى نرى آراءكم وجهة نظركم. اليوم الحديث عن أداء وسائل الإعلام والصحفيين في تغطية الأحداث والتعامل معها. إذن كانت آراء الجزائريين من مختلف بعض الولايات الشرقية وحتى الوسط والغرب الجزائري في انتظار استقبال مكالماتكم الهاتفية، دائما في انتظار استقبال المكالمات. ونذكر بالرقم 05 61 32 32 83. اليوم الحديث عن ما يجري في تغطية الأحداث لوسائل الإعلام، أنتم كجمهور مشاهد ننتظر استقبال مكالماتكم حتى تبدون آراءكم. نستقبل مكالمة هاتفية. ألو نعم. ألو مساء الخير. مساء الأنوار الأخ، وش رأيك؟ لاباس؟ لاباس والله غير الحمد لله. الحمد لله. الاسم الكريم ومين تكلمنا من فضلك؟ الرياحي محمد من بني سليمان ولاية المدية. ولاية المدية، تحية ليك وناس عاصمة الطيطري. محمد خويا. متبادل أخويا. محمد، موضوعنا اليوم في برنامج عبر، كيف ترى أداء وسائل الإعلام والصحفيين في تغطية الأحداث؟ والله العظيم أنا نشكر الصحافة جميعا وخاصة إذاعة الحياة اللي راه الصحافة. نعم شكرا. شيء مشرف بالنسبة للجزائر. نعم. إذن الأحداث التي تجري اليوم في الجزائر، كيف ترى طريقة تعامل القنوات أو الجرائد مختلف وسائل الإعلام مع هذه الأحداث؟ هي الصحافة وسائل الإعلام سواء كانت مكتوبة ولا الآخر، المهم راهي في المستوى المطلوب ومش اللي كانوا دايرين عليها ضغوطات. وبفضل الله سبحانه وتعالى والحراك الشعبي هذا، بربي إن شاء الله ترفع عليها الحصار هذا الذي كان مفروض عليها ويمشي تحت أوامر القصر. الشيء الوحيد أنا اللي راني نتصل عليه هو فيما يخص حل الأزمة الجزائرية. اليوم من فضلك أخ محمد، موضوعنا والحديث عن أداء وسائل الإعلام والصحفيين في تغطية الأحداث، مقترحك سيكون في برامج أخرى، ما زالت البرامج تتواصل عبر قناة الحياة الجزائرية ويمكنك التواصل معنا. الصحافة على كل حال والله غير ما شاء الله، الحمد رب العالمين، عاطينا الناس مفكرين يمدوا الأحداث من عين المكان. كانت عندهم ضغوطات، ضغوطات هذه بإذن الله ستزول، وإحنا مع الصحافة. نعم. ظالمة كما قال الأوارب مدين، ظالمة أو مظلومة، الصحافة هي الوسيلة الأساسية لنقل الخبر. نعم. مباشرة إلى المواطن. أينما كان وحيثما وجد. شكرا لك أخ محمد من المدية على المشاركة في برنامج عبر، تحياتنا لك. ربي يحفظك ويحفظ الأم الجزائرية. أمين. شكرا لك. مشاهدينا الكرام متواصلون في استقبال مكالماتكم الهاتفية، وإثراء هذا النقاش أنتم كجمهور متابع لمختلف وسائل الإعلام السمعية، السمعية البصرية، والمطالعون على الجرائد في انتظار استقبال مكالماتكم الهاتفية للحديث عن أداء وسائل الإعلام والصحفيين في تغطية الأحداث الجارية وكذلك طريقة التعامل معها. للملتحقين بنا الآن، موضوعنا اليوم الحديث عن أداء وسائل الإعلام في تغطية الأحداث وأداء صحفيها. نستقبل مكالمة هاتفية. ألو نعم. ألو مساء الخير. مساء الأنوار الأخ، وش رأيك؟ لاباس؟ والله الحمد لله. الحمد لله. الاسم الكريم ومنين تكلمنا؟ معك أخوك الإعلامي بالقول محمد من الجزائر العاصمة. محمد من الجزائر بالقول. زروق. نعم، إذا محمد زروق إعلامي زميل المهنة، مرحبا بك. أولا تحية مسائية عطرة لكم ولمشاهدي قناة الحياة الجزائرية. تحيات متبادلة. وجمعة مباركة وحاسمة لفخامة الشعب الجزائري العظيم الذي برهن بكل صدق عن خدمته وتقديمه من أجل الجزائر الأفضل. نعم محمد، موضوعنا اليوم الحديث عن أداء وسائل الإعلام والصحفيين في تغطية الأحداث، كيف ترى أداء وسائل الإعلام اليوم؟
اولا وقبل كل شيء كاعلامي وواحد للمشهد السياسي سجلت وبكل اسف غياب تام كل القنوات الجزائريه عن تغطيه ومواكبه اول جمعه من الحراك الشعبي السلمي الحضاري الديمقراطي. اذا انت ك ولهذا كابن المهنة اليوم من أصحاب القلم والكلمة، كيف ترى طريقة تعامل القنوات والصحفيين مع هذه الأحداث؟ أولا وقبل كل شيء يعني لابد أن أكمل فكرتي حتى أصل لبيت القصيد. إن ملاحظتنا لغياب يعني في الأولى الجمعات يعني أولى الجمعات الجمعة الأولى والثانية لغياب الوسائل الإعلامية يدل أن زخم الإعلامي لي يعني التعبير عن مبدأ الدستوري وهو الحق في التعبير. إذن أنت ترى أنها كانت حرية في التعبير وإيصال صوت الشعب. نعم نعم نعم. شكرا لك محمد على المشاركة في برنامج عبر. شكرا. السلام عليكم. احترام متبادل. مع السلامة مشاهدينا، متواصلين في استقبال مكالمتكم الهاتفية حتى نرى آراءكم ووجهة نظركم أنتم كجمهور متابع لبرنامج عبر. كل أمسية موضوع جديد، الحديث عن ما يجري في الجزائر اليوم، التغطية الإعلامية، أداء وسائل الإعلام وصحفيها في تغطية الأحداث الجارية وطريقة التعامل معها. في انتظار استقبال مكالمتكم الهاتفية حتى نرى آراءكم وانتقاداتكم ووجهة نظركم، فأنتم كجمهور متابع لوسائل الإعلام لكم الحق في الانتقاد وسائل الإعلام وإبداء آرائكم مثلما وسائل الإعلام تنتقد السلطة والمعارضة. في انتظار استقبال المكالمات الهاتفية نذكر بالرقم مرة أخرى 05 61 32 32 83. كانت تدخلات الهاتفية، كل ورأيه من مختلف ربوع الوطن، تختلف الآراء أكيد ولكل وجهة نظره فيما تغطيه قنوات الإعلامية اليوم وحتى الصحافة المكتوبة، وسائل الإعلام عموما بمختلف مجالاتها المكتوبة والمسموعة والمسموعة المرئية. المشاهد اليوم يرى القناة التي يختارها حتى يبقى هذا الموضوع. إذا نستقبل مكالمة هاتفية. ألو. نعم ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخ شراك لاباس؟ لاباس خويا، وش حالكم؟ الحمد لله. الاسم الكريم منين تكلمنا؟ كمال من قايد. كمال منين؟ من قايد. من خنشلة. مرحبا بك وبناس الشرق الجزائري كمال. اليوم نعم كمال، موضوعنا اليوم في برنامج عبر، كيف ترى أداء وسائل الإعلام والصحفيين في تغطية الأحداث الجارية؟ ألو. نعم وي. راك تسمع فيا كمال؟ راني نسمع فيك. إذا كيف ترى أداء وسائل الإعلام في تغطية الأحداث؟ ربما الصوت كمال الانقطاع. ألو. نعم وي. كمال نعيد لك السؤال. كمال انت كيفاش كمشاهد، كيفاش راك تشوف القنوات، كيفاش غطات الاحداث اليوم؟ لا غطات. كمال انت تسمع فيا؟ وي راني نسمع فيك. دوك نعاود لك السؤال حتى تفهمني. اليوم اليوم انت كمشاهد كيفاش راك تشوف القنوات، كيفاش راهي تخدم في الآونة الأخيرة وتغطيتها لواش راهو يصرى في الجزائر؟ يعني دوكا الحمد لله بفضل وسائل الإعلام هذه. نعم. نقعدوا كميزانا راه قاعدين في الدار ورانا شايفين واش راهو يصرى بعد. يعني أنت راك تشوف اليوم واحد كما تقول قاعد في الدار ويشوف واش يصرى بفضل القنوات التلفزيونية. بالقناة التلفزيونية نعم. وكيفاش راك تشوف هذه القنوات مختلف كل القنوات كيفاش تعاملت مع الأحداث؟ ألو. تعاملت يعني بطريقة صحيحة. وتجيب يعني كل شيء صحيح كما نقولوا بالعربي بالدارجة. نعم. إذا الشروق
إذا كمال، أنت ترى هذا هو رأيك اليوم في القنوات وما نقلتها. بارك الله فيك ويعطيك الصحة. اللهم بارك فيك إن شاء الله وجزاك الله خير. تحياتنا لك ونسخ إن شاء الله، مع السلامة. مشاهدينا الكرام، متواصلين في استقبال مكالماتكم الهاتفية حتى نرى وجهة نظركم، ابدأ أرائكم اليوم في أداء وسائل الإعلام وصحفيها في تغطية الأحداث الجارية وكيفية طريقة التعامل معها. كانت المكالمات الهاتفية وكل شخص أقول جمهور مشاهد ورأيه في القنوات وطريقة التعامل مع الأحداث. في انتظار استقبال مكالماتكم الهاتفية للحديث اليوم عن وسائل الإعلام، أبناء مهنة المتاعب يؤدون عملهم بشغف وبشرف في تغطية الأحداث الجارية، وعلى اختلاف وسائل الإعلام المكتوبة المسموعة والمسموعة المرئية. الحديث اليوم عن أداء وسائل الإعلام اليوم في وصحفيها في تغطية الأحداث الجارية وطريقة التعامل معها. ننتظر استقبال مكالماتكم الهاتفية حتى نرى وجهة نظركم وإبداء أرائكم في هذا الموضوع. نذكر برقم الهاتف الظاهر أسفل الشاشة 05 61 32 32 83 للتواصل معنا في برنامج عبر. مثلما جرت العادة كل أمسية تعطونا أراءكم وتبدون انطباعاتكم ووجهة نظركم في كل المواضيع التي نقترحها كل أمسية من قناة الحياة الجزائرية. لا نزال في انتظار استقبال مكالماتكم الهاتفية، وعلى صدر نرحب من مختلف ربوع الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. مثل ما جرت العادة أنتم أوفياء برنامج عبر، نستقبل مكالماتكم الهاتفية دائما حتى تعطوا آراءكم. نستقبل مكالمة هاتفية. ألو. نعم. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام. الأخ من فضلك لو ترفع صوتك. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، وش راك لاباس؟ لاباس الحمد لله. اول اخي نشكركم ونشكر قناه الحياه. نعم، الاسم الكريم من فضلك منين تكلمنا؟ سكيكدا، ام الطف سكيكدا. الاسم منين؟ زواوي. زواوي من سكيكدا. مرحبا بك وبناس سكيكدا. موضوعنا اليوم الأخ زواوي، كيف ترى اداء وسائل الاعلام والصحفيين في تغطيه الاحداث؟ والله بكل صراحة الأخ، يعني كالقناة أولا قناة الحياة راهي مغطية الحالة مليحة والحمد لله. نعم، يعني مختلف القنوات ووسائل الإعلام، كيف ترى تغطية الأحداث؟ والله كما نقولوا كاين قنوات كما الشروق. لو ترفع من صوتك الأخ من فضلك. الشروق يعني الشروق البلاد راهم قاعدين يعني يخدموا مليح كما قاعدين كما الحيرات وبكل صراحه. اذا وكيف ترى طريقه تعامل وسائل الاعلام والصحفيين مع هذه الاحداث؟ والله يعني في الحاله هذه يعني كما نقولوا راهي يتعاملوا يعني بحاجه مليحه يعني مع الحرب الوطني راهم مليح. نعم. الأخ زواوي، هذا هو رأيك أنت الآن كمتابع لمختلف وسائل الإعلام. شكرا لك على المشاركة في برنامج عبر. والله شكرا أخويا على وجه الصحافة يا صلاح. مع السلامة. مشاهدينا متواصلين في إثراء النقاش واستقبال مكالماتكم الهاتفية حتى نشوفوا آراءكم أنتم كجمهور متابع لمختلف القنوات التلفزيونية ومطالع للجرائد وكل ما يحدث في الأحداث الجارية. فما رأيكم أنتم كجمهور متابع في أداء تغطية وسائل الإعلام لما يجري اليوم في الساحة وطريقة التعامل مع الأحداث؟ نذكر بالرقم مرة أخرى للتواصل معنا 05 61 32 32 83.
الحديث عن مجال السمع البصري كذلك اليوم بعد فتحه سنة 2012 قنوة تلفزيونية نقلت آهات المجتمع الجزائري من مختلف ربوع الوطن إلى أقصى نقاط في هذا الوطن الحبيب. عملت بشغف وبشرف مختلف صحفي القنوات والجرائد، عملوا على تغطية الأحداث الجارية وخاصة الأحداث التي تحدث اليوم في الآونة الأخيرة. إذن أنتم كمتتبعين نريد معرفة آرائكم ووجهة نظركم اليوم، وذلك بالمشاركة في برنامج عبر مثلما جرت العادة. في انتظار استقبال مكالمتكم الهاتفية حتى نرى آراءكم. نستقبل مكالمة هاتفية. ألو. نعم. ألو. نعم. ألو. مساء الخير. مساء الخير. وش راك؟ لاباس. لاباس حبيبة. الاسم الكريم ومنين تكلمنا؟ رابح من براقي رقيق. رابح من براقي. مرحبا بك خويا رابح. الله يسلمك. موضوعنا اليوم رابح، كيف ترى أداء وسائل الإعلام والصحفيين في تغطية الأحداث الجارية؟ نشكر القناة تاعكم. ونشكركم على حسب البذولات الجبارة اللي راكم تبذلوها من أجل الحراك الشعبي ومن أجل إنقاذ الجزائر. شكرا. نعم. وعندنا حنايا التغطية اللي راكم تديروها، نشكركم بزاف على خاطر انتو هما المحرك الأول تاع الشعب. نعم. إذا حتى نفكرك نعم الأخ رابح، وكيف ترى احنا هدرة والإعلام ما يلحقهاش شمالو بساعة، انتم راكم واقفين الليل والنهار، نشكركم بزاف. هذا واجب المهنة الذي يجعل كل صحفي القناة في أداء واجبه. لكن موضوعنا اليوم، كيف ترى عموما مختلف وسائل الإعلام كيف كان أداؤها في تغطية الأحداث؟ هي وسائل الإعلام يعني والله غير راهي مبدلة مجهودها فوق اللي يلزم، وراهي واقفة مع الشعب. نعم. وراهي حاجة مهمة جدا. وطريقة التعامل، يعني كيفاش تعاملوا مع الأحداث الجارية، كيف تراها؟ هو لاباس، حاجة كبيرة بالبزاف. نعم. شكرا لك رابح، هذا رأيك، وشكرا للمشاركة في برنامج عبر. ما زال عندي واحد القضية، يعني اليوم موضوعنا هو حتى نبقى في سياق الموضوع من فضلك الحديث عن أداء وسائل الإعلام والصحفيين. ما لا تزال حلقات أخرى ونقترح فيها مواضيع ويمكنك التواصل معنا. إن شاء الله. ونشكركم بالذات. نعم. العفو. شكرا لك. صح. مع السلامة. مشاهدينا متواصلين في استقبال مكالماتكم الهاتفية أوفياء برنامج عبر كل أمسية موضوع جديد، يعني اليوم الحديث عن أداء وسائل الإعلام وأداء صحفييها في تغطية الأحداث الجارية وطريقة التعامل معها. كل المتصلين تختلف الآراء أكيد، وكل واحد ووجهة نظره لأي قناة أو وسيلة إعلامية عموما في تغطيتها للأحداث. لا نزال على صدر رحب في استقبال مكالماتكم الهاتفية حتى نرى آراءكم ووجهة نظركم. تذكير بالرقم مجددا 05-61-32-32-83. أنتم أوفياء برنامج عبر مثلما جرت العادة، كل أمسية نطرح مواضيع تهمكم أنتم وتجري في الساحة السياسية تهم المجتمع الجزائري. واليوم موضوعنا الحديث عن أداء وسائل الإعلام والصحفيين لتغطية الأحداث الجارية وكيفية التعامل معها. نستقبل مكالمة هاتفية. ألو. نعم. ألو. نعم. معكم الأستاذ رشيد من قاسم سيما. لو ترفع صوتك من فضلك الأخ. معكم رشيد من قاسم سيما. رشيد من قسنطينة، مرحبا بك ومدينة الجسور المعلقة. شكرا على حسن الاستقبال. في البداية يعني شرف كبير اني نتواصل مع قناة الحياة التغطية تاع المتميزة. نعم.
والله يعني حادث كبير يعني يعيش الشعب الجزائري بهذه المناسبة. وذكرتني يعني كثير بأيام عيد الاستقلال، نهار خرجوا أبائنا وأجدادنا فرحين بالاستقلال. نعم. إلا أنه نعم. يأخذ عن هذا الاستقلال يعني كان استقلال ناقص. نعم رشيد سامحني من فضلك، اليوم موضوعنا الحديث عن أداء وسائل الإعلام والصحفيين في تغطية الأحداث، إذا أنت كيف ترى هذا الأداء؟ والله بصراحة يعني أداء مقنع يعني كل موضوعية في يعني في جميع وسائل الإعلام، نعم. خاصة منها المرئية، خاصة يعني قناتنا الموقرة الحياة، نعم. تتناول الخبر يعني بكل موضوعية ودون تحيز. كيف ترى طريقة تعامل القنوات ووسائل الإعلام عموما مع الأحداث الجارية؟ هي العموم تعاملها بشكل موضوعي، الظاهر أنه بشكل موضوعي. ويعني هذه كما يقولوا مكسب كبير حق الشعب الجزائري، يعني الشعب المواطن البسيط أصبح يعني يدلو بدلوه بكل حرية وبكل ديمقراطية. وهذا في حد ذاته يعتبر مكسب، لأن يعني هنا الشعب أبان على نضج كبير من الوعي السياسي، وكذلك يعني استرد سيادته. إذن الأخ رشيد هذا هو رأيك، شكرا لك على المشاركة في برنامج عبر. مشاهدينا مع السلامة. مشاهدينا الكرام، إذن لضيق الوقت الحديث واستقبال المكالمات الهاتفية، الحديث شيق معكم حتى نرى آراءكم في برنامج عبر مثلما جرت العادة. إذن اليوم الحديث عن أبناء مهنة المتاعب وأدائهم وأداء وسائل الإعلام في تغطية الأحداث. شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، أنتم أوفياء قناة الحياة الجزائرية، برامجنا مستمرة، ألقاكم في عدد قادم في أمان الله.